اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوف السؤال اللي جاني وملي كيجيني شي سؤال كنحاول نديرو على شكل فيديو اللي كيتعم الفائده. اولا قبل كل شيء الله يسهل على الجميع، سيبوا لنا لايكات كومونتيرات زوينين ديالكم، الله يسخر لكم امين يا رب العالمين. السؤال اللي جاني حماده، شنو هما انواع اولا مواد التعشيش التي يجب ان اقدمها لطيوري خصوصا نحن في فصل التزاوج او لا موسم التزاوج؟ كاين اللي خدامين عند الطيور وكاين اللي مازال معطلين شويه وخاسر. بالنسبه لمواد التعشيش، مواد التعشيش كاين اللي كيستعمل قصب السكر، كاين اللي كيستعمل التبن، وكاين اللي كيستعمل الجريد ديال النخل، وكاين اللي كيستعملوا الناشف، وكاين اللي كيستعملوا مازال قولوا نتوما مازال الا تقطع من الشجره ديالو من النخله ديالو، وكاين اللي كيمشي يشري الدوم اولا هذيك الشطابه ديال الدوم وتجي تكون نقيه زعما عمرو ما تشطبتها وتجي قدمها للطويرات ديالو. هادشي كامل اخي الفاضل اخي الكريم صحيح جدا 100%، ما كاينش غرام ديال الموت واخا. هادي واضحه نصيحتي انا بحكم التجربه ديالي واللي بانت ليا مزيانه وخدمت بها انا وصدقت ليا زوينه الحمد لله، ما كاينش غرام ديال المشكل، صدقت ليا زوينه. غادي تشوف شي نهار تبان لك شي جماعه كيقطعوا في النخل كيقادوا فيه وكيصايبوا فيه، شنو غيخصك دير؟ غيخصك خويا تشز هذاك النخل تجيبو تغسلو مزيان وتقدمو للطويرات ديالك، ما تسناش ينشف، تسنى غير يحيد من الماء، ولكن ماشي مشكل. لان كيقول لك شي وحدين بانه كيشد الميديتي كاين كيقول لك كيشد هادي، خلال التجربه ديالي ما كاينينش هاد المشاكل هادو، وكاين اصلا اللي واخا يدير اي حاجه ما كتصدقش تلقى هادي مزيان. اوكي شوفوا معايا هادو واحد العلامات ديال ان الذكر كيوكل النشوه ديالو، شوفوا معايا هنا كيبانوا لك الذكر كيوكل النشوه ديالو، هذه علامات على قرب راعي شوفوا مشاهدين انهم كيقربوا يفرخوا ان شاء الله او لا يقربوا يبيضوا. واخا سيدي نكملوا، قصب السكر صحيح تبن كلشي صحيح، ولكن الطبيعه هي الجريد، نخليو الجريد انتوما هنا او كيوكل في هذا غيكون دابا. دائما الذكر هو اللي كيوكل النشوه، ودائما النشوه كتكون غلط من الذكر، هذه واضحه. قلنا جريد ديال النخل جيبو غسلو مزيان بالماء الله يعاون، مش عقمو ما والو، ما تكونش عاوتاني هذاك الانسان اللي باغي بحال ما شال الفرق ما بين كيليميني والانسان ولد الشعب، غير خلي الامور عاديه، نظف غير من البكتيريا والجراثيم بصح. شيشه ديال الصابون ياك، شيشه ديال الصابون ديرها دير معاها الماء وحك مزيان هذيك الجريده ديال النخل كامله وعلقها في الحال. انا غنولي لكم وحده انا ما كنتش معلقها، ولكن انا غنوريكم بلا ما نكمل لكم، ولكن راه طيحوها وكياكلوا منها واخا سيدي، واخا يطيحوها ماشي مشكل مش خايف. هاد النظافه بلا قياس، سمع النظافه راها مزيانه، ولكن النظافه بلا قياس راه غير كتأذي لك الطويرات، تكيس كيولي الطويرات خاجي كيوليو اقل حاجه خصوصا في المسرح طبيعه. اما القفص القفص ضروري تنظف، نظف وقول ما نظفش والو، يعني النظافه ضروريه في قفص اكثر من الغياث بصح، لان المكان عندهم معزول وما مشمش. اما الا كانت بلاصه مشمسه وكيتحركوا الطيور هذاك الشيء وكيكون هي المساله في كتكون الا ما نظفتيش مزيان كتكون ديك الريحه ديال الزق كدير لهم الضيقه، هادشي اللي كاين. المهم الاخوان جريد ديال النخل جيبوه، ما تقطع منه ما تقطعوا لا طروفه لا والو، خليهم يقطعوه راسهم ويلعبوا به باش حتى الوليدات كيتحفزوا. اوكي تكونوا فاهمين. وبالنسبه للناس هذه معلومه، يعني جريد ديال النخل هو اللي خدام لك اخويا، لانه هو اللي كان كيفرخ به لي زان سيبارام في الطبيعه، بحال شي اخويا غتلقى لي دي كومونتير سميتو الوثائق البرامج الوثائقيه كاينه. اوكي هذه واضحه الاخوان، المهم كنتمنى الرساله تكون واضحه. واحد القضيه اخرى كنشوف في الكومونتير، حماده راك مكثر من الخضر اخويا، انا باش نموت على الخضر وغنبقى داير الخضر، والخضر غيلوح لك اللوان كاملين عابش باش الناس ما تبقاش غالطه. دير اخويا الخضر، دير الاصفر، دير البار بلو، دير اللي عجب لك، حل تولع مع راسك تولع معايا بلاعب نتايا.
الخضر اخويا راك تحطو راه كيعطيك جميع الالوان. الخضر كيعطي عين حمراء، لوشينو عين حمراء، كيعطي البينو عين حمراء، كيعطيك الكحل، كيعطيك البيرسوناطا. واش بغيت واش شنو هاي لا دوره فراس. اوكي المهم الرساله راه واضحه. ما تنساوناش نخوش في البارطاج، لايكات زوينين، الله يسهل عليكم. غنوريكم حق البلاص. غنشوفوا الاخوان هنايا ملي جبت لهم انا هاد الجزريله هادي هاهم، يعني الله حط لي شاليه تقريبا ما كاملاش يوم واحد قطعوا منا. اوكي انت ملي كتبغي تغسل كتشل داكشي كامل هنا فين كتضرب بالشيشه باش ما يكونوش شي جراثيم والحشرات. اما هادشي ديال الادوي توسخ بالعكس صاحبي، طير خصو ياخذ شويه من الوسخ. مازال ما وصلناش معاكم في الصياد ديال الطيور. اصبر كاع هادوك اللي ما باغينيش نهضر على ليزاز باش يبقاو محشاكرين السوق المغربيه، انساو كلشي غيدير ليزاز. انا ما عنديش مع الاحتكار، خلي كلشي الله يسخر ليه. مالكم اصاحبي السم اصاحبي، يا ربي السلام. وما اخوان الله يسهل عليكم، وبرك عيطوا لي شي وحدين حماده باش نبقى نوريهم ليزاز. كلشي غيدير ليزاز وليزاز غيطيح عليه البق. واش نتايا باغي تبقى محشاكر السوق راسك بيع وشري مع راسك، الله يسهل عليك. تولع سوقك شفيه انا اش غادي تقول. انا باغي نوعي بنادم، انت ما بغيتيش نوعي وانا ضدك شي اله راه نعطيهم الاسرار. يلا ولقى.